أهلا بكم مجددا. قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش الوطني تمكن من دحر الجماعات الإرهابية وفلولها من الأراضي الليبية، وأصبحت حرب الكرامة هي رمز للكرامة الوطنية والتضحية والحفاظ على تراب الوطن. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الإرهابيين الذين تم القبض عليهم متهمين في جرائم إرهابية كبيرة في مصر وفي دول أخرى غير مصر، وذهبوا إلى سوريا والعراق وإلى عدة دول أخرى، وهذا في إطار التنقل وانسياب الإرهابيين برعاية مخابراتية أجنبية لإنزال الضرر بالمنطقة المستهدفة بالإرهاب. للمزيد من التوضيح والفهم ينضم معنا الآن عبر الأقمار الصناعية من بني غازي سيادة اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي. سيادة اللواء، أرحب بك في هذا الحوار، وأبدأ معك سيادة اللواء بمعركة طرابلس. حقق الجيش الوطني الليبي إنجازات وانتصارات واضحة وحقيقية على الأرض في هذه المعركة، ماذا عن التفاصيل؟ السلام عليكم، أحييك وأحيي كافة الأخوة المشاهدين وأشكركم على الاهتمام بالشان الليبي. معركة طرابلس تعتبر معركة فاصلة ومعركة حاسمة مع الإرهاب ومع المجرمين ومع الميليشيات المسلحة. معركة طرابلس تحتاج إلى تكتيكات خاصة وتحتاج إلى تدابير عسكرية عالية جدا، وهذا ما تقوم به الآن غرف العمليات وترعاها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. هذه المعركة تم الإعداد لها إعداد جيد جدا على أعلى مستوى في القيادة العامة، مستفيدين من المعارك السابقة، من معركة بنغازي الكبرى ومن معارك درنا ومن معارك الجنوب، وبالتالي نحن الآن ندخل في معركة تعتبر الخاتمة وبإذن الله ستكون حاسمة لليبيا ولكافة المنطقة الإقليمية. كذلك معركة طرابلس تمثل لنا شيء كثير باعتبار أن طرابلس هي الدولة، عاصمة الدولة الليبية. طرابلس توجد بها كل المؤسسات العامة للدولة، توجد بها الركن الأساسي الذي يستفيد منه الإرهابيين والذي يستفيد منه المجرمين، وهو بنك ليبيا المركزي، مواسطي النفط، الشركات النفطية الكبرى، مصدر اصدار او مكان اصدار قرار في ليبيا من خلال المجلس الرئاسي. وبالتالي عندما تنتهي هذه المعركه ستنتهي سيطره الميليشيات على كل التي تتغذى على كل هذه المسميات. تكتيكيا المعركه تسير بشكل جيد جدا حسب المخطط لها. الان هو جذب الميليشيات الى خارج طرابلس او على تخوم طرابلس في بعض المحاور، ويتم القضاء عليها ويتم تدمير القوة النارية لهذه الجماعات خارج العاصمة. ثانيا هناك محاور الآن وخاصة المحور الشرقي وقاطع العمليات الشرقي شرق العاصمة الآن دخل في طرابلس. الآن نتحدث على عين زارة وهو الحي الشرقي لمدينة طرابلس. إذن قواتنا الآن دخلت إلى طرابلس من الشرق. الأمور العسكرية لازالت تسير بشكل جيد. القوات الجوية تقدم في معركة كبيرة جدا، سواء في إطار الدعم الناري للقريب للقوات المهاجمة أو سواء بتدمير معسكرات ومخازن الذخيرة وغرف العمليات للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. هذه المعركة يعني معركة بها الكثير من المحطات، هل من الممكن أن تصل إلى محطة أن طرابلس خالية تماما من الإرهاب، لا يوجد بها أي متطرف أو أي أسلحة؟ حقيقة نحن الهدف من العملية وعملية الكرامة التي أطلقناها في 2014، الهدف هو القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله أو الإرهابيين بكافة أشكالهم وانتماءاتهم، والقضاء على المجاميع المسلحة والميليشيات الخارجة عن القانون مثل مجموعات الهجرة غير الشرعية والتجارة بالبشر، تهريب المحروقات، تهريب المواد الغذائية، عصابات الخطف والابتزاز، هذا غير الجماعات الإرهابية المنبثقة عن تنظيم الإخوان المسلمين مثل داعش ومثل تنظيم القاعدة الإرهابي. الهدف والغاية هو القضاء التام
على هذه المسميات جميعها وعلى أفعالها على الأرض. وبالتالي نحن الآن في إطار تدمير آخر معقل من معاقل الإرهابيين. معركة بنغازي كانت فيها دروس مستفادة كثيرة جدا، مثلا إعداد الجندي القادر على القتال داخل الأحياء السكنية وداخل الأحياء المزدحمة، كذلك كيفية تنفيذ الضربات الجوية الدقيقة، كذلك كيفية استخدام سلاح المدفعية والأسلحة الثقيلة في هذه المعارك. هذه الآن النظريات التعبوية الآن تطبق داخل مدينة طرابلس. بالقضاء على هذه الجماعات سنحرر أشياء كثيرة، وأهم تحرير سيكون هو لمصدر إصدار القرار في ليبيا، وهو ما يعرف بالرئاسة. وبالتالي ستكون هناك أمام الليبيين بعد هذه المعارك وبعد هذه السنوات العجاف، ستكون أمام الليبيين فرصة كبيرة جدا لبناء الدولة المدنية المنشودة ديمقراطيا ومن خلال صديق الاقتراع ومن خلال مشاركة كل المواطنين الليبيين. ماذا عن باقي المناطق؟ يعني تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من فرض السيطرة بشكل تام وكامل على عدة مواقع ومناطق جديدة في مناطق الاشتباكات المتبقية، ماذا عن أبرزها؟ دعيني نذهب قليلا إلى الجنوب الغربي. جنوب الغربي دخلنا في هذه المعركة في خلال 3 أسابيع، تم بسط نفوذ الدولة على الجنوب الغربي بالكامل، وهي منطقة كبيرة جدا تساوي حوالي 30% من الأراضي الليبية. ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا في الجنوب الغربي، مثلا في السابق كانت داعش تقوم بعمليات إرهابية وتنجو بفعلتها وتخرج من أرض الاشتباك أو من المنطقة التي تم مهاجمتها بكل سلاسة وبكل سلام وأمن. ولكن لما ننظر إلى الأربع العمليات الأخيرة لداعش، سواء في منطقة الفكهة، سواء في منطقة تمنهند، في غدوة وفي زلة. في تمنهند المقاربات يعني هنا تطور كبير جدا في الحالة الأمنية وفي الاستعداد لدى المواطن ولدى الوحدات العسكرية في التعامل مع الطواري ومع المستجدات الأمنية. في معركة الفكهة بعد الهجوم على المنطقة تمكنت الوحدات بعد حوالي 7 ساعات من القضاء على حوالي 6 من الإرهابيين في مطاردة في الصحراء. في منطقة تمنهند تمت المطاردة وتم القضاء على مجموعة من الإرهابيين، ولكن هناك مجموعة تمكنت من الفرار. في غدوة تم القضاء على مجموعة من الإرهابيين ولكن هناك مجموعة تمكنت من الفرار. ولكن في العملية الأخيرة في معركة زلة المهاجمين بالكامل تم القضاء عليهم، 23 مهاجم إرهابي داعشي يتبعون جيش الصحراء كتيبة طارق الدرناوي أو مجموعة طارق الدرناوي، تم القضاء عليهم بالكامل. هنا يأتي أن هناك تطور كبير جدا، وأن هناك حاجز الخوف من داعش والذي سببه الإعلام وسببه الدعاية الإعلامية الكبيرة جدا التي ينتهجها داعش في التخويف والترهيب، وبالتالي يستطيع من خلال هذا التخويف أن يربك الطرف الآخر وأن يقوم بعملياته بدون أي مقاومة. ولكن الآن هناك مقاومة ظهرت، وهذا من النجاح الكبير جدا أن نحن رفعنا درجة الاستعداد لدى المواطنين ولدى الوحدات، ورفعنا همم من القوات المسلحة، وكذلك هناك رد اعتبار قوي جدا للجيش الليبي الذي أصبح الآن يقارع الإرهاب. في طرابلس نحن نسير مثل معركة بنغازي بكل التقديرات، سنتعامل مع جموع وتحت مسميات مختلفة، وبعد ذلك ستحولوا إلى قطعان صغيرة، وبعد ذلك ستحولوا إلى ذئاب منفردة. المعركة طويلة والمعركة تحتاج إلى نفس طويل وعميق وتحتاج إلى تقديرات، ونحن لدينا الخبرة الكافية الآن في التعامل مع هكذا حالات، وبإذن الله سنحمي ليبيا وسنحمي كل المنطقة الإقليمية. ما هي الاستراتيجية سيادة اللواء التي يتم السير عليها بشكل عام للقوات المسلحة الليبية في تطهير ليبيا ككل من المسلحين من الإرهاب؟ حقيقة الاستراتيجية هنا تتبنى عدة محاور. المحور الأول هو القتال على الأرض
وتدمير القواعد الأساسية للإرهاب. مثلا كانت هناك في بنغازي مجاميع، كانت هناك كتائب وميليشيات، رفع الله أصحابه 17 فبراير، أنصار الشريعة، وكانت بالألاف. الحرب الآن أنهت هذه الألاف، والحرب أنهت هذه المجاميع جميعا. إذا الاستراتيجية الآن مبنية على محاربة بقوة السلاح وبالقوة النارية على الأرض، هناك محور آخر وهو محور درء الفتنة التي يحاول الأخوان المسلمين بثها في المجتمع الليبي، ومحاولة المساس بالنسيج الاجتماعي باعتبار أن الشعب الليبي بالقبائل وبالمكونات هو الحاضن الحقيقي للقوات المسلحة، وبالتالي هو الحاضن الحقيقي للأمن والاستقرار. هناك محور آخر وهو محور الإعلام المضلل ومحور الإعلام المطبل للإرهاب والإرهابيين، وهناك محور آخر خطير جدا على المجتمع الدولي أن يتفطن لهذا المحور، وهو محور الدول الأجنبية والمخابرات الأجنبية وتدخلها في الشأن الليبي، خاصة قطر وتركيا وإيران. وقطر وتركيا الآن تقريبا دخلت المعركة بشكل مباشر من خلال وجود خبراء ومستشارين وضباط أتراك موجودين في مدينة مصراتة وفي طرابلس، ويسيرون الطائرات المسيرة ويسيرون المدرعات وغيرها من التقنيات العسكرية. المحور الآخر المهم جدا في الاستراتيجية في إنجاح هذه المهمة هو الإسراع في السيطرة على مصادر المال، وخاصة بنك ليبيا المركزي، شركات النفط، الاستثمارات الخارجية التي تغلغل فيها الأخوان وتغلغل فيها تنظيم القاعدة، تنظيم مجموعة بالحاج وغيرها. وبالتالي هناك استراتيجيات عديدة، ولكن في القوات المسلحة عسكريا لدينا الآن استراتيجية القتال على الأرض والتدريب والإعداد والاستخبارات والاستطلاع وجمع المعلومات. هذه تعتبر من أهم أركان تنفيذ الاستراتيجيات العسكرية في الحرب على الإرهاب. هناك تعاون سيادة اللواء ما بين مصر وليبيا، تعاون واضح من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلدين. الآن يعني هذا التعاون تجلى بشكل كبير، وكان واضحا حينما قامت ليبيا بتسليم الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي لمصر. إذن التنسيق المصري الليبي يسهم في الحد من العمليات الإرهابية بين البلدين. كيف يعني تم هذا التنسيق ما بين الطرفين، وهو بالتأكيد يحتاج إلى فترات زمنية؟ العامل الزمني هنا لا يمكن إغفاله حتى تكون النتيجة بهذا النجاح وبهذا الانتصار. أولا، التنسيق الليبي المصري قديم وليس حديث يعني، وخاصة في معركة الكرامة. منذ انطلاق معركة الكرامة هناك تنسيق وثيق بين الجيش العربي المصري والجيش الوطني الليبي. هناك فهم كامل وهناك وعي سواء سياسيا سواء عسكريا حول ما يجري أو حول هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة بالكامل. القيادة المصرية تفهم بشكل جيد جدا مخاطر هذه المرحلة، حيثيات هذه المرحلة، وتفهم حقيقة المعركة. وكذلك السيد المشير أركان الحرب خليفة أبو القاسم حفتر يتفهم جيدا كل جوانب السياسية والعسكرية والأمنية لهذه المعركة. هذه المعركة لا تستهدف منطقة أو مدينة أو دولة بعينها، بل تستهدف المنطقة بالكامل، تستهدف كل منطقة البحر الأبيض المتوسط، تستهدف خاصة الجيوش العربية، خاصة الجيوش العربية التي لها تاريخ في مقارعة العدو ومقارعة أعداء الإسلام وأعداء الوطن، وبالتالي هناك محاولة تدمير هذه الجيوش. هذه الحقيقة نحن نعرفها جيدا، وكذلك الأشقاء المصريين يعرفونها جيدا، ويعرفوا أن المعركة التي في كالة بنغازي أو في درنة هي جزء من المعركة التي في سيناء، والمعركة التي في سيناء هي جزء من المعركة التي في طرابلس الآن. وعليه أن التعاون الأمني وتعاون المعلوماتي واستبدال أو تبادل المعلومات كان قائم، والتنسيق كان قائم في هذا الجانب،
وهذا العمل الآن يتطور بشكل جيد حتى تم تسليم هؤلاء الإرهابيين الخطيرين جدا المطلوبين لدى مصر في قضايا عديدة، ولديهم أحكام صادرة عن القضاء المصري في جرائم إرهابية كبيرة جدا. أعتقد أن هذا التعاون هو ثمرة الفهم والوعي الحقيقي لمجريات الأمور على الساحة العربية والإسلامية. في رأيك يعني سيادة اللواء، من يقف وراء الإرهابي هشام عشماوي؟ حاول حمايته خلال فترة طويلة، وبالتأكيد أيضا كانت هناك محاولات للدعم والإيواء والتمويل إلى آخره. العملية تحتاج إلى يعني الكثير من قوة دفع حتى تكون هناك جرائم إرهابية وسجل حافل بهذه الجرائم في دول عدة. كيف ترون يعني هذا الموقف وعملية الدعم للإرهاب وتحديدا للإرهاب الدولي عشماوي؟ أولا، هناك عشرات إذ لم يكن المئات من الإرهابيين المصريين دخلوا إلى ليبيا، وقد يكون أبرزهم سرور الذي قتل في مدينة درنة. ولكن السؤال هنا، لماذا المخابرات التي ترعى الإرهاب وتصنع هذه الأجسام التي لديها أهداف كبيرة جدا ومن أهمها تدمير أمن الدول وتدمير الجيوش، لماذا اختارت عشماوي؟ ولماذا وفرت ملاذ آمن لعشماوي في درنة؟ ولماذا أصبح عشماوي مهم بهذه الدرجة وبماذا يتميز؟ أولا، عشماوي لديه سجل كبير جدا، كونه عسكري وضابط بالجيش المصري، تحصل على دورات متقدمة، تم إعداده إعداد كبير جدا، وبالتالي أصبح لديه فقه عسكري ولديه قدرة عسكرية كبيرة جدا في إدارة الأمور العسكرية والأمنية. هذه الميزة بالتحديد جعلت من عشماوي مهم جدا لدى المخابرات الأجنبية، وخاصة المخابرات التركية أو المخابرات القطرية أو من يقف خلف الرؤوس الكبيرة. لماذا؟ لأن من السهل جدا على هذه المخابرات أن تتعامل مع رجل عسكري، سيقتصر عليها الكثير من المسافات وسيوفر لها المزيد من الوقت، لكونه لديه قدرة على استيعاب الأمور العسكرية والأمنية بشكل سريع. ثانيا، يتميز بهذه القدرة على نقل ما لديه من معلومات ونقل وما يصدر لديه من تعليمات بشكل سلس وبسيط إلى بقية التنظيمات التي يترأسها. لماذا عشماوي بالتحديد وأسس كتيبة المهاجرين في دارنا؟ لماذا تم الاهتمام به بشكل سريع جدا وبرز على الساحة بشكل سريع، وتمت اتصالات بينه وبين مختار بالمختار، وبدأت في تأسيس ما يعرف بجيش مصر الحر، وذلك استفادة من تأهيله الكبير من الجانب العسكري والجانب وخاصة الإدارة العسكرية، وبالتالي هو أصبح مهم في هذه الدرجة. النقطة الأخرى، عشماوي يستطيع أو استطاع من التغلغل داخل المجتمع المصري وخاصة المجتمع الذي لديه سوابق أو لديه علاقة بوعظ بالحالة الأمنية المصرية، خاصة بعد الانفلات في 2011، فلديه علاقات، لديه أصدقاء، لديه رفاق سلاح، يحاول تجنيد، يحاول الحصول على المعلومات بطريقة أو بأخرى، وبالتالي هو رجل مهم جدا للمخابرات الأجنبية ورجل مهم جدا 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 لإدارة المعركة الإرهابية. ولكن الحمد لله هذا الخطر الآن تم إنهاء طموحات الإرهابيين والمخابرات الأجنبية في زعزعة استقرار بلدنا. ماذا عن التحالفات سيادة اللواء؟ بالتأكيد كان هناك يعني ما تم ما بين عشماوي وما بين تنظيمات أخرى في دول أخرى، على سبيل المثال تونس والجزائر وسوريا. ماذا عن التحالفات التي تم تكوينها فعليا بناء على هذا الدعم وهذا الارتباط بتنظيمات كبرى إرهابية؟
أولا أخت ريهام، التحالفات الحمد لله فيما لو تأخر الجيش الليبي سنة أخرى لكانت هناك أمور صعبة جدا الآن على الساحة. فيما لو تأخر السيد المشير خليفة حفتر في إطلاق عملية تحرير الوطن وتدمير الإرهاب لكانت هناك الآن أخبار أخرى غير هذه الأخبار التي نتداولها الآن. الإرهابيين جميعا، تنظيم القاعدة وتنظيم الأخوان الإرهابي الذين تحالفوا في مدينة بنغازي وتحالفوا في ليبيا، لماذا ليبيا ولماذا بعد 30 يوليو في مصر أصبحت ليبيا ذات أهمية وذات أهمية قصوى بالنسبة لهذه التنظيمات الإرهابية؟ لماذا؟ لأن ليبيا تتمتع بأشياء حباها الله بها وقد بإذن الله ستكون نعمة للشعب الليبي. مثلا ليبيا تعتبر قاعدة انطلاق ممتازة جدا نحو دول الجوار، نحو ضرب مصر من خلال تأسيس الجيش المصري الحر، من خلال ضرب الجزائر في تفكيرهم حيتم إنشاء ودعم مختار بالمختار وإنشاء جيش الجزائر الحر. كلمة الحر هذه مرتبطة بقطر ومرتبطة بالربيع العربي، وبالتالي هذه هي كلمة السر أو الشفرة التي تم توحيدها لتنفيذ المخططات الإرهابية. في مرة آخرنا في إطلاق عملية الكرامة لا سمح الله لكان الآن هناك وضع كبير جدا في التحالفات، لكان الأخوان الآن يتمتعون بخيرات ليبيا بنفط ليبيا، وخاصة هناك دول كبرى مثل بريطانيا ومثل إيطاليا لديها بعض الميول للأخوان المسلمين من أجل مصالحها ومن أجل تحقيق أهداف أخرى، وبالتالي لكانت ليبيا قاعدة انطلاق خطيرة جدا نحو ليس مصر فقط ولكن كل المنطقة الإقليمية. شكرا جزيلا. هذه التحالفات الآن منذ 2014 نعم. إذا كانت هناك نقطة تريد أن توضحها سيادة اللواء تفضل. نعم، هذه التحالفات منذ 2014 بدأت تتكسر أمام القوات المسلحة أمام مكينة الجيش الليبي وبدأت تنهار مكون تحالف خرج داعش بعد ذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من لجماعة الأخوان ولجماعة تنظيم القاعدة، تدمر كذلك داعش. الآن نحن في مرحلة أخرى وخاصة بعد الوعي الكبير جدا في المجتمع الدولي والذي أنتجه حقيقة صمود القيادة المصرية والجيش المصري في المعركة وصمود الجيش الليبي في المعركة، أنتج حالة وعي خطيرة جدا وهي حالة إنقاذ الأوطان وحالة الكفاح والنضال وحالة أن هذا الوطن لا يمكن أن يكون إلا لغير أهله وللوطنيين فقط. وبالتالي التحالفات الآن نستطيع أن نقول أنها تعاني وفي مراحل الأخيرة في طرابلس بإذن الله ستنتهي كل القواعد الخلفية للعدو. شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بني غازي، شكرا على وقتكم وعلى هذا التوضيح. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة.